بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. متابعينا أينما كنتم عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، مستمعينا الأعزاء، متابعينا على الهواء مباشرة، الانطلاقة الثالثة على البركة على التوفيق، انطلاقة سليمة، انطلاقة موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود اللجان القائمة على هذا التنظيم الرائع اللامحدود. عشنا أيام جميلة، 5 أيام من المشاركة والمنافسة والفوز لأصحاب النصر، وهذا هو يوم الختام، هذا هو الانطلاق المباشر مباشرة عند الصدارة وعند المقدمة. هناك التهنية لمالك الطائف سعاد مصبح بن راشد الفتان، الفريق مصبح بن راشد الفتان، وتحمل لنا اسم الطائف المكان الجميل بالمملكة العربية السعودية، والمركز الأول أيضا بالشوط الأول الرئيسي لفئة الزمول، فكان من نصيب شاهين. التهنية للسيد علي بن محمد بن رحمة الشامسي على الفوز بالشوط الأول الرئيسي، ينطلق لفئة الزمول، ينطلق الشوط الثالث في مجموعة الأشواط، الشوط الثاني لفئة الحول مباشرة بالمقدمة. هناك شعار رغش بن حمد بن خيرات العامري، مرحبا يا أبو حمد بهذا الاسم الكبير، اسم كبير شاركنا هو شواهين في المقدمة، تليها مباشرة في المركز الثاني. المركز الثاني هناك دبيس السيد أحمد بن غانم الهاملي مع ثاني المراكز، انتقل بدوري الى المركز الثالث والى بشاير وان شاء الله البشرة سارة عبد الله بن محمد مع المركز الان الثالث، وتحمل لنا الرقم 11. انتقل الى المركز الرابع، هناك في المركز الرابع في هذه المسيرة هنا هيبة سيف بن محمد بن زايد الخيارين في المركز الرابع، انتقل بدوري الى اريام، مرحبا يا ابو علي منصور بن علي بن حليس العفاري، هذا الاسم اريام ايضا يشاركنا دائما بالفوز وبالانتصارات. هذا هو النداء الخمس للخمس المراكز الاولى المتقدمة، ولكن ماذا بعد الخمس؟ هناك شعارات قوية، هناك شعارات صالت وجالت في الميادين، هناك شعارات شطرت حروفها من ذهب في سن الحول وفي السن الذي اصغر من الحول، ولا زال يتمركزا بالانجازات المستمرة. اعود الى المقدمة، اعود الى الصدارة، اعود الى مجموعة الشواهين اللي في مقدمة هذا الشوط على راس الصدارة وعلى راس الحربة ومتحمل هذه القيادة. الله 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 الله. بينما في المركز الثاني ايضا هنا من هناك دبيس احمد بن غانم الهاملي مع المركز الثاني، وفي المركز الثالث ايضا احد الضيوف يشاركنا بكل قوة هنا بشاير عبد الله بن محمد العدل مع ثالث المراكز، انتقل الى المركز الرابع والى هيبة اللي حضورها مسوي لنا هيبة هنا في المركز الرابع، سيف بن محمد بن زايد الخيارين، هذا الشعار الكبير، هذا شعار الانتصارات، هذا الشعار الذي سط حروفه من ذهب. انتقل الى المركز الخامس ايضا الى اسم اريام، منصور بن علي بن حليس العفاري مع خامس المراكز. هذا هو النداء المتواصل للخمسة المراكز الاولى المتقدمة، ولكن اعود عند ماذا؟ اعود عند الصدارة، اعود عند مجموعة شواهين في بطنها من امها وابوها من صبه، انا السلالة الشاهينية، وانت تكلمت عن اسم الشواهين فهناك الطيور الجارحة السريعة، من هو أسرع من الشواهين؟ الله 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 الله. هنا في المقدمة، هنا في الصدارة، رغش بن حمد بن خيرات العامري، سالم بن علي المسعودي يتواجد دائما بجنب هذا الشعار، وفي المركز الثاني هناك التدخل القوي، هناك الدبيس أحمد بن غانم الهاملي مع المركز الثاني، انتقل إلى ثالث المراكز
المراكز، وإلى بشاير عبد الله بن محمد العذل مع ثالث المراكز في هذه اللحظات. أبناء المملكة وأبناء قطر في المركز الآن الثالث، انتقل إلى هذه المسيرة وإلى المركز الرابع وإلى اسم هيبة سيف بن محمد بن زايد الخيارين بتواجد سعيد بن زايد الخيارين مع هذا الشعار. انتقل إلى المركز الخامس، أنا لازلت أترقب أريام، أنا لازلت أرصد كل حركة وكل ثانية من دقائقي تحركاتي أريام مع خامس المراكز منصور بن علي بن حليس العفاري مع خامس المراكز. إذا نعود إلى المقدمة، إذا نعود إلى الصدارة، إذا نعود إلى هذه المسيرة وإلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى القوة، أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الشعارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاركين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين الذين يتابعون هذه الشعارات من كافة الخليج ومن كافة أقطار العالم. الله 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 الله، هنا الثلاثة الكيلومترات، ما تبقى من عمر هذا الشوط، وهناك الناموس، وهناك يوم الختام، وهناك الانتصارات، وهنا التاريخ ما يحدم حد، هنا اليوم يروح وإذا راح ما عاد يرد. أعود إلى شواهين رغش بن حمد بن خيرات العامري في المقدمة في الصدارة والملاحقة، أيضا من حمد بن غنام الهاملي مع المركز الثاني، هنا القوة هنا الإثارة مع ثالث المراكز. هناك بشاير لا زالت تبشر بالخير، لا زالت تبشر مالكها ومتابعينها بالخير المناسب إن شاء الله. هنا في المركز الثالث عبد الله بن محمد العذل مع ثالث المراكز، هنا في المركز الرابع، هنا في المركز الرابع هناك أريام منصور بن علي بن حليس العفاري مع ثالث رابع المراكز. التحركات أيضا هناك الواضحة من خامس المراكز، هنا أيضا بدت هيبة سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وعيني على النفوذ، وصلت النفوذ في المركز الخامس الآن. محمد بن حسن العامري، مرحبا يا أبو سعيد بهذا الاسم الكبير واسم النفوذ وصاحبة الإبداعات. الله 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 الله، هناك أسماء قوية، هناك المشاركين، ويا ما هلا ويا ما هلا ويا هلا ويا مسهلة بهذه الأسماء. هناك هملولة، وهناك الدبيس، وهناك الضبي، وهناك نداء، وهناك منصورة، وهناك بشاير، والكثير الكثير الكثير من الأسماء التي أترقبها مثل نداء وغيرها، ومثل مزاحة وغيرها، والصريدية وبقية الأسماء. وأعود إلى المقدمة، يا له من شوط قوي، يا لها من منافسة، يا لها من تحديات مثيرة. ولكن شواهين في موقع الشواهين، في موقع القوة، في موقع الانطلاق الواضح على الهواء مباشرة. هنا في الصدارة رغش بن حمد بن خيرات العامري مع المركز الأول، الملاحقة من النفوذ ذعتها في المركز الخامس قبل قليل، هذه هي تصل بكل قوة إلى المركز الثاني. أيضا هناك أريام منصور بن علي بن حليس العفاري مع المركز الآن الثاني، ولكن هناك بشاير تصل بكل قوة، عبد الله بن محمد العذل مع المركز تنتقل إلى ثاني المراكز. رابعا من هناك؟ هناك اسم جديد، هناك شعار جديد أيضا، اسمي هملو عتيق بن محمد بن زيتون المهيري مع المركز الخامس. إذا الانعطاف الأخير والمنصة الأولى نغادرها، نتجه هناك إلى النافذة الكيلو والمتر النهائي، إلى التحدي، إلى القوة، إلى الحزام الأخضر. ولكن هناك هل من متحدي لشواهين؟ هل من منافس لشواهين؟ هناك الأقرب لشواهين رغش بن حمد بن خيرات، هناك من تقاربها بشاير عبد الله بن محمد العذل مع ثاني المراكز. ثالثا هناك النفوذ محمد بن حسن العامري، رابعا أريام منصور بن علي بن حليس، خامسا هناك هملولة عتيق بن محمد بن زيتون، والتدخلات أيضا قوية أيضا من قبل هيبة سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وهناك شعار بن مرحومة، وهناك الأسماء القوية القادمة. ولكن خلوني أعود عند المقدمة، هنا الصدارة، الوقت ما يعطينا، الحول ما يعطينا وقت ما شاء الله. هذه هي الانطلاقة، هذه هي الصدارة، قطعنا 7 كيلومترات وكيلو ما تبقى، كيلو ما تبقى
الحلقة عن خط النهاية، وهذه هي شواهين ووصلت النفوذ، وصلت النفوذ. وهناك أيضا بشاير عبد الله بن محمد العذل مع ثالث المراكز والانتقال الواضحة القوة والإثارة. هنا أيضا الصريدية عمران بن حمد بن مرحومة مع رابع المراكز، وهناك أيضا هملولة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري مع المركز الخامس. يا له من شوط قوي، يا لها من منافسة. هنا بشاير، هناك النفوذ، هناك أيضا الشهوة شواهين، وهناك الصريدية وصلت الصريدية، وهناك تحركات من هملولة 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 هملولة. هناك عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. ياه يلا 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 يا القوة، يلا يا الصريدية. الصريدية في المقدمة، ولكن هملولة هملولة في المقدمة. هذه هي تبي تهدي السلامات لأهل العين. وهناك من الجانب الآخر أيضا الصريدية عمران بن حمد بن مرحومة، ولكن يبدو أنها بطلت هذا الشوط، بطلت هذا الشوط هي هملولة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس، السلام والتحية العتيق بن محمد بن زيتون، سلام بالورد، سلام لهالي العين وهالي منازل. في المركز الثاني هناك أيضا الصريدية عمران بن حمد بن مرحومة، وفي المركز الثالث هناك النفوذ محمد بن حسان العامري. في المركز الرابع ريان منصور بن علي بحليس العفاري. في المركز الرابع في المركز الخامس أحيلها إلى اللجنة المختصة. إذا تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين. والتوقيت الزمني 13 دقيقة 8 ثواني 6 أجزاء، توقيت صاحبة المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك هملول عتيق بن محمد بن زيتون المهيري على هذا الفوز. وفي المركز الثاني 13 دقيقة 9 ثواني 4 أجزاء، هو توقيت صاحبة المركز الثاني. المركز الثاني كان من نصيب الصريدي عمران بن حمد بن مرحومة. وفي المركز الثالث 13 دقيقة 11 ثانية 3 أجزاء من الثانية، التوقيت لصاحبة المركز الثالث. تهانينا والناموس. تهانينا والناموس على كل حال لكل الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى المتقدمة. وأيضا هناك شكر للعمدة على التواصل، والتهنية الكبيرة لمالك هملول عتيق بن محمد بن زيتون. في هذه اللحظات ينطلق على البركة الشوط الرابع في مشيئة الله والزميل. مطلق بن علي العنزي يتواصل معنا واصفا.